كما ينضم إلي عبر الهاتف في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشاري التنمية المستدامة. دكتور، التنمية المستدامة الشغل الشاغل وقضية العصر، كيف تحقق الدولة المصرية تنمية مستدامة وفق رؤية أممية وأيضا استراتيجية مصرية بخطوات ثابتة؟ على بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر حضرتك على الاستضافه. طبعا التنميه المستدامه ايه دور مصر فيها او ايه الاستراتيجيه اللي بداتها مصر من بدري في موضوع التنميه المستدامه؟ خلينا نتكلم ان احنا بنتكلم من 98 بالتحديد، من 1998 على ظروف التنميه ل 2030 و2030 ودلوقتي بنتكلم على 2064. ايه ملامح التنميه المستدامه وتعريفها العالمي؟ هو ان انا بعمل خطط ومشروعات متواصله لانتاج مثلث الحياه بكل دوله، في من كل دوله تعمله لنفسها. مثلث الحياه اللي احنا بنتكلم عليه في الاساس هو الغذاء والماء والطاقه. نعم، ولكن هل مثلث الغذاء بيتصنع للانسان؟ والانسان ده بيحتاج طرق وبيحتاج انفراستراكشر او نواحي تركيبيه بناء عليه. الدوله عامله ايه؟ خدي بالك، احنا لولا ان الدوله تقوم بعمليات من 2013 بعمليات بنيه تحتيه خاصه بالتنميه المستدامه كنا ابان حرب الاوكرانيه الروسيه وابان جائحه كورونا، كنا جوعنا وكنا افلسنا زي دول كتير في العالم لما قعدت ومش لاقيه غذاء. ايه ملامح خطط الدوله للتنميه المستدامه ال 2030؟ احنا كنا بنتكلم ان مصر فيها في الارض اللي بتنتج الغذاء 7 مليون فدان، النهارده احنا وصلنا 10 و11 مليون فدان. مليون فدان ده زراعه مساحيه، معنى كده ان احنا بنعمل خطط للتوسع الافقي من بدري قوي، عشان التوسع الافقي ده احدى عناصر التنميه المستدامه المهمه للغايه. نعم. طيب هل نستطيع او خطه الدوله اكتفت بهذا النوع من التوسع الذي يعتمد مساحيا على الارض؟ لا يا فندم، اهم برامج التنميه المستدامه في مصر كانت التوسع الراسي، والذي يعني انتاج نوعيات من الغذاء او من الزراعات تستطيع مضاعفه الانتاج والتاقلم مع الظروف المناخيه المتوقعه، زي الارز الخاص بالمياه الملحيه وزي القمح اللي بيعد في درجه الحراره العاديه. كل هذه النوعيات من الدراسات الاستراتيجيه الخاصه بانتاج نظم اغذيه ونظم مياه ونظم طاقه حديثه جدا، ده كله نوع من البرامج التوسع الراسي الخاص بالتنميه المستدامه. نعم. اكبر دليل على كده ان انا عندي، خدي بالك، فجاه لقينا في 400 الف فدان قمح طالعين من توشكا في شهر 5 اللي فات، وال400 علشان تطلعي ال400 الف فدان دول مش معمولين بين يوم وليله ومش مستصلحين بين يوم وليله، لا ده احنا لينا برامج تنميه مستدامه مخططه ومن مرحله بدري زي ما فيها. محطات المعالجه التي تمت في مصر لايجاد وسائل حديثه ومصادر ري غير تقليديه اساسا فيها كانت عمليه ايجاد مصادر مياه غير تقليديه، كانت مش المعالجه بس، معالجه النباتات، معالجه المياه، لا كانت مشروعات التحليه اللي كنا احنا فيها في مصر بنحلم ان احنا على 2030 ان احنا نوصل ب 40% من قيمه المياه المستخدمه في دوميستكس او في الاستخدام البشري تكون من المياه المحلاه، المياه التحليه من البحار والمحيطات، من البحار لان احنا غناش علينا محطات. طيب نتكلم على جزئيه ثانيه، طيب التوسع الراسي، المدن الذكيه اللي تمت ده، هل التوسع الراسي يكون غذاء وماء وطاقه فقط لا غير؟ يا فندم احنا بنعمل الغذاء والماء والطاقه للانسان، اين يعيش الانسان؟ ودي النقطه اللي كنا زمان بنقولها وبناخدها على الدوله المصريه. انت بتزعل ليه من الناس انها تبني على الاراضي الزراعيه وانت سايبهم اصلا ما عندهمش امتداد اسكاني او امتداد عمراني موجود؟ هنا كانوا بيحطوا في سياسه الحياه قول الشاعر اللي بيقول فيها
وضعوني في إناء ثم قالوا لي تأقلم وأنا لست بماء، أنا من طين السماء وانضاق إنائي بنموي يتحطم. هنا قبل ما فخامة الرئيس يقول أنا عاوز ممنوع المباني على الأراضي الزراعية، كان عمل مدن جديدة تقديم تتحمل ومشروعات مدن مليونية ومدن ذكية تتحمل المشروعات وتتحمل الامتداد والتطور الطبيعي البشري. فإذا إيه هذه هي الخطط الجميلة. لم مش هتكلم عن العالمين دلوقتي وماذا جديدة وماذا تعني للعالم، ولا هتكلم وحسيب العاصمة الجديدة إنها مستقبل مصر القادم. ومستقبل مصر القادم ده إيه؟ حينما تبنى المدن كما يجب أن تكون، وليست هناك، خدي بالك كل مدن جمهورية مصر العربية هي بداية مدن، ولكن الامتداد والامتداد فيها فيهم نسبة كبيرة من العشوائية، لكن ما يبنى الآن هي مدن مبنية للجيل القادم وللأجيال القادمة. نعم، فكرة الصمود أمام الأزمات المختلفة، أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف استطاعت مصر من الداخل الاستمرار في البناء، الاستمرار في إجراءات للحماية الاجتماعية، اتخاذ إجراءات من الإصلاح الاقتصادي، ونوعا ما تفادت هذه السلبيات العالمية التي ضغطت على كافة دول العالم؟ أهم ما يميز مصر في هذه المرحلة دون عن العالم هي ما استطاع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقناع الشعب المصري بما هو آت وما هو قادم. دي جزئية التناغم بين الشعوب والحكومات، هو من يؤتي عملية التخطيط المباشر والمرور من الأزمات. أن الأزمات يا سادة ليس لها حلول سحرية، ولكن لها حلول نفسية واجتماعية. حينما اقتنع الشعب أنه ليس هناك حل إلا الإصلاح، وليس هناك حل إلا أنك تدفع ثمن الخدمات اللي أنت بتاخدها. ليه؟ لأنك نحن كنا في عصور سابقة لا ندفع ثمن الخدمات وفي المقابل لا نأخذ مرتبات. بناء عليه كانت المنظومة المرتبات منظومة وهمية لا تتناسب مع منظومة عدم دفع الخدمات أو سعر الخدمات الحقيقي اللي هو كان برضو وظيفة منظومة وهمية. في النص كان في منظومة استهلاكية أو منظومة رجال أعمال تستفيد من الدولة وتستفيد من الشعب على رأس الشعوب. جاء فخامة الرئيس عمل إزاي؟ سأحاول أن أعطيك ما تستحق للحياة الكريمة، حرفع مرتباتك لدرجة أنك أنت تعرف تعيش، بس خد بالك أن الماء والكهرباء والخدمات بتاعتك لازم هتدفع ثمنها حقيقي، لأن أنا عاوز أوصلك أديك مرتب حقيقي. ده اسمه إيه بقى؟ تناغم سيكولوجي أو تناغم شعبي أو تناغم اجتماعي ما بين قيادة وشعب. نعم، ومن ثم يتحقق الهدف لما هو صالح للأجيال القادمة. قد يكون هناك بعض اعتراضات من جماعات متطرفة، ولكنه تحقق. أهم نجاح أنا من رأيي أنا الشخصي، وأنا أستاذ كبير في بلاد العالم، من أهم النجاح اللي أنا شايفه هو التناغم والاقتناع والقناعة ما بين الرئيس وما بين شعبه، دون وسطات ما بين هذا أو ذاك. ده اسمه في دنيا السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي ده هو أروع ما مرت به مصر في هذه المرحلة، ونتمنى أنها تكتمل بهذه المرحلة، لأن السلم الاجتماعي، عدم وجود السلم الاجتماعي هو اللي خلى بغداد في حرب الخليج تقع في نص ساعة، ووجود السلم الاجتماعي هو اللي خلى قوات الحلف التحالف الدولي بقيادة أمريكا تقعد 3 شهور تضرب ب22 دولة في ميدان في ميناء أم القصر وما قدروش يوقعوه. دكتور صفي، الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين المرحلتين ايه؟ رئيس مع شعب، تلاحم وتناغم وسلم اجتماعي. نعم، دكتور صفية، دعني أختتم معك بنجاحات COP27، وأنت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، ماذا عن خطة العمل القادمة بعد هذا النجاح وجهود مصر في التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية؟